اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما ادخل بس في تفاصيل اخبار، خلينا نعلن نتيجه مباراه الاهلي والمريخ اللي اتلعبت في السودان، وطلبنا من حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين. قبل ما ادخل الحقيقه السؤال ده تحديدا، يعني احنا طبعا في كل فقراتنا وكل فيديوهاتنا اللي بتنزل على الصفحات المختلفه بنتابع وبنقيس كده ردود الافعال، لكن البوست تحديدا الخاص باختيار افضل ثلاث لاعبين ده بيبقى ترمومتر دقيق جدا جدا جدا. الناس بتبقى داخله، بتبقى داخله عارفه هي داخله تعمل ايه، وداخله تقيم مستوى اداء اللعيبه، وداخله تتكلم على اختياراتها كافضل الافضل لعيبه في كل مباراه. عشان كده البوست ده تحديدا بيبقى ترمومتر كويس جدا لمدى رضا او حاله الجمهور ورايها رايه في ماتشات الاهلي. بدايه ماتش المريخ في السودان هو اقل عدد مشاركات، اقل عدد مشاركات من الجماهير في التصويت. في ماتشات وصلنا فيها المعدلات خياليه، يعني كانت عمليه فرز الاصوات عمليه مجهده جدا. ماتش المريخ تقريبا هو اسهل عمليه فرز اصوات بالنسبه للاستفتاء على افضل ثلاث لاعبين. واحد، اثنين، الحقيقه ناس كتير جدا داخله مش بتختار اللعيبه، لكن الحقيقه بتنتقد بشكل كبير جدا وبتتكلم على غياب الروح وغياب التركيز وغياب الحافز عند لعيبه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله انه ده يتغير في ماتش سيمبا. الحقيقه يمكن عن جداره واستحقاق، يعني يمكن الشناوي قدر يفوز بافضل الاصوات. الشناوي احتل المركز الاول، في المركز الثاني جه بعديه قفشه، وفي المركز الثالث كابتن ياسر ابراهيم الحقيقه اللي متالق ومحافظ على تالقه في الفتره الاخيره. دول اللي فازوا باحسن ثلاث لاعبين في مباراه المريخ في السودان. تقول جدول الترتيب العام؟ نقول طبعا الجدول، يمكن الشناوي بيأكد على صدارته يا ساره. الشناوي بيوصل يعني ل 20 نقطة، وبعديه بدر بنون في المركز الثاني 14 نقطة، وأيمن أشرف بيجي في المركز الثالث 10 نقاط، بعديهم علي معلول في المركز الرابع بتسع نقاط، وبعدين كابتن كهربا. لا، قبل معلول دخل، معلش، قفشة كان في محمد مجدي قفشة دخل برصيد 9 نقط، وبعد كده كهربا بيجي بـ8 نقاط، أليو ديانج 8 نقاط، أجايي 7 نقاط، وليد 6 وطاهر 6، وقبل وليد وطاهر معلش محمد شريف. الحقيقة برضو محمد الحقيقة في عدد ماتشات قليل جدا قدر إن هو يتقدم في مركز الترتيب ويحصل على 7 نقاط. بعد كده محمد هاني 5 نقاط، حمدي 5 نقاط، ياسر إبراهيم 4 نقاط، عمرو السوليه نقطتين، اكرم نقطتين، وولتر واليا ومروان محسن نقطه لكل واحد فيهم. ده جدول الترتيب العام بعد اخر مباراه للاهلي في مباراه المريخ.